في ليبيا كل الطرق تؤدي إلى الانتخابات، لكنها غير سالكة بعد فشل المفوضية العليا للانتخابات بنشر القائمة النهائية للمرشحين واقتراح تأجيل الاستحقاق الانتخابي إلى الشهر المقبل. مجلس النواب الليبي لم يتأخر بوضع النقاط على الحروف، فعقد جلسة ناقش فيها فشل المفوضية بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 من الشهر الجاري وفق خارطة الطريق المتفق عليها من قبل كافة الأطراف. المتحدث باسم البرلمان عبدالله بلاحق أوضح عقب الجلسة أن المفوضية لم ترسل اقتراحها بتأجيل الانتخابات إلى 24 من كانون الثاني يناير المقبل بشكل رسمي للبرلمان لغاية الآن. وبناء على ذلك قرر المجلس الذي عقد جلسته في مقره بمدينة طبرق شرقي البلاد استدعاء رئيس وأعضاء المفوضية للاستماع لهم في الجلسة المقبلة حول عراقيل العملية الانتخابية والتقارير المقدمة بشأنها. أبلاحق أكد استمرار لجنة خارطة الطريق التي تشكلت الأسبوع الماضي من أجل رسم خارطة الطريق جديدة للمرحلة القادمة والتواصل مع كافة الأطراف المعنية. وكان البرلمان الليبي قد قرر في وقت سابق تشكيل لجنة من 10 أعضاء تتولى العمل على إعداد مقترح خارطة الطريق لما بعد 24 من كانون الأول ديسمبر الحالي.